المورد السادس في تاريخ دمشق، قال الشافعي يقولون نحابي، قال الشافعي يقولون نحابي، ولو حابينا لحابينا الزهري، وإرسال الزهري ليس بشيء، وذاك أن نجده يروي عن سليمان بن أرقم. تاريخ دمشق ابن عساكر جزء 55. المورد السابع البغدادي، حدثنا شعبة قال خرجت أنا وهشيم إلى مكة، فلما إذن شعبة يحدث يقول خرجت أنا وهشيم إلى مكة، فلما قدمنا الكوفة رآني وأنا قاعد. إذن شعبة يقول خرجت أنا وهشيم إلى مكة، فلما قدمنا الكوفة رآني، من رآني؟ يعني شعبة هو المتحدث يقول رآني هشيم، فلما قدمنا الكوفة رآني وأنا قاعد مع أبي إسحاق، فقال لي من هذا؟ قلت شاعر السبيع. فلما خرجنا جعلت أقول له أنبأنا أبو إسحاق، فقال لي وأين رأيته؟ فقلت الذي لك شاعر السبيع، قبل الذي سألت عنه وقلت لك شاعر السبيع، فقلت الذي قلت لك شاعر السبيع هو أبو إسحاق. قال فلما قدمنا مكة مررت به وهو قاعد مع الزهري، فقلت يا أبا معاوية من هذا الرجل؟ فقال شرطي لبني أمية. فلما قفلنا جعل يقول حدثنا الزهري أو أنبأنا الزهري، قال قلت أي مكان رأيت الزهري؟ قال الذي رأيته معي، قلت لك شرطي لبني أمية، شرطي لبني أمية هذا هو الزهري. قلت أرني الكتاب، فأخرج إلي فحرقته. إذن لا يأخذ من شرطي بني أمية، يقول قلت له أرني الكتاب فأخرج إلي فحرقته. هذا كتاب المورد في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، باب المنافسة في الحديث، وكذلك في سير أعلام النبلاء الجزء السابع الذهبي. المورد الثامن، قال الذهبي قال أحمد بن عبد ويه المروزي سمعت خارج بن مصعب يقول قدمت على الزهري وهو صاحب شرط بني أمية، قائد الشرطة، صاحب الشرطة، وزير الداخلية، مدير الأمن، مدير المخابرات، قائد الحرس، بأي عنوان يناسب، يقول قدمت على الزهري وهو صاحب شرط بني أمية. المورد الثامن قلنا قال الذهبي. المورد الثامن قال الذهبي قال أحمد بن عبد ويه المروزي سمعت خارجة بن مصعب يقول قدمت على الزهري وهو صاحب شرطي أو شرطتي بني أمية، فرأيته ركب وفي يديه حربة، وبين يديه الناس في أيديهم الكافر كوبات، وفي أيديهم الكافر كوبات، الكافر كوبات أي المفرد الكافر كوب، وهي المقرعة أو المقرعة، مقرعة الطبل أو مقرعة الجلاد أو الصوت الذي يقرع به. إذن يحملون مقارع في أيديهم الكافر كوبات. فقلت قبح الله ذا من عالم، أو قبح الله ذا عن عالم، فلم أسمع منه. إذن هذا الكلام لخارج بن مصعب يقول قدمت على الزهري وهو صاحب شرطي أو شرطة بني أمية، فرأيته ركب في يديه وفي يديه حربة، وبين يديه الناس في أيديهم الكافر كوبات. فقلت قبح الله ذا من عالم فلم أسمع منه. هذا في الذهبي ميزان الاعتدال جزء ثاني حرف الخاء خارجة، وفي تاريخ دمشق جزء 15 ابن عساكر، وفي جامع فهارس الثقات حسين زهران. المورد التاسع عن علي بن حوشب الفزاري قال سمعت مكحولا وذكر الزهري، فقال يقول سمعت مكحولا وذكر الزهري فقال كل كليله
يقول وكانت به لكنة، أي قل قليله. يقول فقال كل قليله وكانت به لكنة. قال يزيد قل قليله، أي رجل هو، لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك. تاريخ دمشق 55 ابن عساكر. المورد العاشر عن يزيد بن الهذلي عن مكحول قال إنما الزهري عندنا بمنزلة الجراب، إنما الزهري عندنا بمنزلة الجراب، يؤكل جوفه ويلقى ظرفه. في تاريخ دمشق ابن عساكر. المورد الحادي عشر عن عمرو بن رديح قال كنت مع ابن شهاب الزهري نمشي فرآني عمرو بن عبيد فلقيني بعد فقال مالك ولمنديل الأمراء، مالك ولمنديل الأمراء، يعني ابن شهاب، إذن أنتم مالكم ولمنديل الاحتلال ولمنديل الحكام ولمنديل الوزراء والرؤساء والمتسلطين والفاسدين، مالكم وللسستاني ومالكم ولجراب يؤكل جوفه ويلقى ظرفه.